ما بكرهش في حياتي قد الصيف، بس اكتر حاجة بحبه فيه هو المانجا. فيلا بينا نزرع المانجا مع بعض. هنقي مانجا يكون حلوة كده وكبيرة وجميلة. هنجيب بقى طبق وسكينة علشان نقطع المانجا. وخلي بالك اكل المانجا ده فن مش عندي، يعني مش اي حد بيعرف ياكل المانجا بمزاج عالي زي. نبدأ بقى ان احنا نفتحها نصين كده وبعد كده نلتهمها، ودي النتيجة بعد الجريمة. عندك بقى طريقتين، ودي اصعب خطوة لان احنا نطلع الجنين من جوه، لاما اطلعها بالسكينة من هنا لاما اقص الطرف اللي انا شاورت عليه في الاول. بس انا طبعا علشان ما عنديش مقص قوي اضطريت ان انا استخدم ان انا اطلع السكينة. ولو تلاحظ انا بدخل طرف بسيط جدا علشان ما اجرحش الجنين اللي جوه، مش هتبقى انت والجنين مجروحين يعني. واخيرا طلع معانا، نبدأ بقى ان احنا نشيل القشرة اللي فوق دي بالراحة، او عايز تسيبها مفيش مشكلة. هنروح بقى نجيب منديل ونبدأ ان احنا نلفه حوالين الحتة التخينة اللي بتبقى تحت دي بس، ونسيب الحتة اللي فوق عريانة. وبعد كده اجيب كوباية مية احط فيها البذرة بالشكل ده، ويلا نشوف النتيجة بعد اسبوع.